السلام عليكم وبشركم بروكا. بما اننا باقي في يمه العيد، العيد وتعودوا باش ما تمنيتو يا ربي. وصفه اليوم عباره عن كرواسون بالشوكولا. غادي تشوفوا معايا الطريقه، راني بسطتها لكم بزاف. انا تعمدت نحط كل حاجه كما هي، السكر في كل حاجه في قرعتها. عندنا الملح والخميره والسكر، الزبده استعملت للذه، وكاس ديال الحليب كبير. بالنسبه للدقيق استعملت نور الدار، غادي ندير جوج ليف منه، جوج ليف عامري. عبار الزلافه في هذا القياس، هنا انا حاطه الميزان غير باش نتاكد من العبار. جوج زلايف عطاوني 615 غرام ديال الدقيق. كناخذ الربع من هذا المورسو ديال الزبده، كنقطعو بهذا الشكل اللي كتشوفوا، مرصويات صغار. كندير بعض المعالق كبار ديال السكر، معلقه كبيره من خميره الخبز، معلقة صغيرة من الملحة، معلقة صغيرة عامرة كما كتشوفوا، وكاس من الحليب البارد. كنعجنو كل المكونات مع بعضها. اللي عنده العجانة يعجن في العجانة، ماشي مشكل، انا فضلت نعجن هكا يا بيتي. خديت الكاس باش عبرت الحليب، درت نصو، درت تقريبا الكميه ديال الماء نص كاس. وغادي العجينه كتكون خفيفه كتلصق في اليدين كما كتشوفوا. غادي نجمعها واحد شويه، غنبقى نرش الدقيق ونجمع. نسرح العجينة شوية باش ندخل فيها الزبدة. أنا الزبدة في الأول خليت منها الربع، دابا غادي نقسم الربع الثاني، ولكن غادي نستعمل النص اللي بقى ليا مع الزبدة اللي عندي كاملة. يعني كنستعمل ربع ديال الزبدة ديال الطوراق ونص ربع هي باش كنورقوا العجينة اللي عندنا. كنبسطها بيديا واحد شويه،
صافي كندير الزبده في وسط العجينه وكنسد عليها الجناب مزيان. ضروري نرشو الدقيق مره مره باش ما تلصقش لنا العجينه. اول حاجه كنديروها كنبداو نضغطو بحال هكا، كنبداو نضغطو شويه شويه، عاد كنبداو نسرحوها بشكل طولي. ما نساوش نرشو الدقيق مره مره وغادي نسرحها شويه بالعرض، كنعطيها شويه العرض باش ندير التورد الاول. غادي نطويها المره الاولى غير على جوج، هانتوما كما كتشوفوا طويت الطويه الاولى، وغادي نحاول نقص شويه من الدقيق اللي فوق العجينه. غادي نعاود مرة أخرى نطلق العجينة، هاد المرة غادي ندير دوبل تور، غادي نطويها على أربعة. غادي نطوي الطويه الاولى بحال هكا والطويه الثانيه، وغادي نعاود نطويهم ثاني، يعني كتسمى الطويه على أربعة. صافي غادي نرش الدقيق ونعاود نسرح، وغادي نقطع العجينه كما بغيتها على شكل كرواسون ولا على شكل بان شوكولا. ما كنسرحوش العجينه حتى كتولي رقيقه بزاف، ضروري كنخلو السمك ديالها غليظ واحد شويه. هنايا كنطوي العجينه على جوج وكنقطعها بموس او المهم بموس ولا بجراره ولا باي حاجه. هانتوما شوفوا معايا السمك ديال العجينه غليظ واحد شويه، هو ضروري تخليه غليظ، الا رققتوها ما غاديش تجي يجي البيتي بان باين في داك الطراق. هنايا كنحط الشوكولات هو باش كناخذ العبار ديال الديبان، العرض ديال الديبان.
كنشد العجينة من الوسط وكنحاول نجرها واحد شوية باش تعطينا الطول. كنضرب الوسط بموس وكنحط المرسو ديال الشوكولا اللي عندنا وكن صافي. كنحاول نورك عليها واحد شوية وكنحطهم في الطاوة وكنخليهم يخمروا. صافي هنايا كناخذو الطواط ديالنا اللي كيدخل الفران، كنفرشو فيهم بابي كويسون، كندهنوه بشويه الزيت او شويه الزبده، كنستفو فيه لبتي بان وكنغطوه وكنخلوه يخمر. بعد مرور ساعة حنا عندنا الجو بارد شوية، خداو لي ساعة ديال المكانة تقريبا، غادي ندهنهم بصفر ديال البيض، كندير معاه واحد شوية ديال الكريمة سائلة، أنا استعملت هولالا. تقريبا قياس معلقة كبيرة من الكريمة السائلة، هذا واحد من الأسرار اللي كيخلي اللون ديال التيبان كيكون محمر وعليه واحد اللمعة زوينة. وفي حالة إذا كانت الكريمة متوفراش عندكم في الدار، ممكن تديروا الحليب، تعوضوها بالحليب بارد. كنحاولوا ندهنوها كامل من فوق ومن الجناب، كنشعل الفران في هاد الوقت اللي انا كندهن فيهم التيبان، كنكون شعلت الفران، كيكون شاعل الفوق والتحت، انا درت فران ديال الغاز، كنخلوه يسخن واحد شويه وكنقصو عليه وكندخلو التيبان. البتي بان ديالنا تحمر، هانتوما كتشوفوا اللون ديالو زوين تبارك الله. نتمنى تعجبكم وصفه اليوم، وما تنساوش اللي ما مشتركش في القناه ديالي يدير اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.